السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هيكون الفيديو الأخير في موقع التريد ماب. أخيرا أنا عارفة أن الموقع ده احنا طولنا فيه شوية، بس أنا عايزة أقول لك أن الموقع ده أنا كنت بشرحه في 4 محاضرات، كل محاضرة 4 ساعات، يعني بشرحه في 16 ساعة. أنا حاولت على قد ما أقدر أقصر عدد الساعات عشان ما يبقاش ممل، لأن الموقع أغلبه موقع كلام كتير وإحصائيات كتير. وديك كمان الحاجة اللي تفيدك عشان في الآخر خالص نعمل بيها الدراسة. النهاردة بإذن الله هتكون آخر أداة، اللي هي أداة الستاندرد ماب. الأداة دي كده ملخص ليها هي بتعمل إيه وليه اسمها ستاندرد ماب. اسمها ستاندرد ماب لأنها بتديني ستاندرد. ستاندرد يعني قوانين أو رولز، أو ساعات بنقول عليها كاركترستكس. القوانين دي خاصة ببعض المنتجات والخدمات. اللي حط القوانين دي private and public organizations، منظمات او مؤسسات، واخده في الاعتبار، يعني القوانين دي معمولة ومأخوذ في الاعتبار شوية عوامل. زي ايه مثلا زي عامل السيفتي، ان يكون المنتج ده امن. زي عامل ان هو يكون friendly للانفايرومنت، يعني صديق للبيئة، ما يبقاش مضر للبيئة. زي برضو عامل خاص بالسوشيال، زي العمالة، عدد ساعات العمل بتاعة العمال قد ايه، الرواتب نظامها ايه. زي برضو بعض العوامل الخاصة بالاسكس او بعض الاخلاقيات الخاصة بالصناعة. زي برضو بعض العوامل الخاصة بالايكونومكس، زي البرودكتيفيتي اللي هي الانتاجية او الكفاءة. كل دي عوامل متاخدة في الاعتبار، والرولز دي معمولة على اساسها. الرولز دي بتطبق على البرودكشن اللي هي مراحل الانتاج، بتطبق على التريدنج، بتطبق على الكونسومشن الاستهلاك، بتطبق على حاجات كتير جدا. فالاي تي سي اللي هو الانترناشنال تريد سنتر اللي اتكلمنا عليه في الاول، حب يعمل الستاندرد ماب عشان يساعد اي اكسبورتر، مصدر، اي تريدر، اي بروديوسر، اي ريسيرشر، اي بوليسي ميكر، اي باير، اي واحد من دول بيبقى عايز ياخد قرار. فهو عمل الستاندرد ماب عشان يخليه ياخد القرار الصح. ايه هي الستاندرد او الرول اللي يمشي عليها لما يجي يعمل عملية مثلا برودكشن او بروسيسنج معينة لمنتج. لو انا عاوزة افتح مصنع واعمل انتج فيه مثلا عصير برتقال، طب ايه هي الرولز اللي امشي عليها في البرودكشن؟ في organizations بتبقى عاملة ستاندرد كده معينة لازم ان انا امشي عليها عشان ابقى ماشية صح، عشان يبقى فيه سيفتي، عشان يبقى فيه كواليتي للمنتج بتاعي. والستاندرد دي لازم تكون related لايه؟ related للمنتج، حسب المنتج انا بنتج ايه بالظبط، وحسب كمان الكانتري، يعني ممكن الستاندرد دي تختلف من بلد لبلد. فكل ده معمول جوه الستاندرد ماب. طب تعالوا ندخل نشوف كده الستاندرد ماب دي شكلها ايه. انا هدخل على موقع trademap.org، وبعدين هدخل على اداة الستاندرد ماب اللي تحت اهي، هضغط عليها. اداة الستاندرد ماب هلاقي هنا جزء تيك اتور، بيديك زي جولة كده جوه الاداة. الاداة دي بتعمل ايه؟ لو دوسنا عليها هبص الاقيه ان هو هيديني كده زي تعريف لكل حاجة موجودة جوه الاداة. عشان نلخص الموضوع، الاداة بتتكون من 4 حاجات. اول حاجة identify، تاني حاجة quick scan، تالت حاجة compare، واخر حاجة self access. تيك اتور اللي احنا دوسنا عليها دي هتديك identify و quick scan، يعني هتديك دي عبارة عن ايه ودي عبارة عن ايه، لكن مش هتديك ال compare و self access الا لما يكون عندك account جوه ال standard map. كمان في هنا guided tour، وفي فيديو tutorial، وفي partner information. الجايد التور دي عبارة عن بيوصف لك بالظبط كل حاجة هنا ايه. يعني لو دوسنا على جايد التور هبص الاقيه ماسك كل حاجة من دولة ووصفها لك ايه بالظبط. لو رحنا على اللي بعدها اهو بيوصف لك كل حاجة من دولة بالظبط ايه، ولما تخلص هتدوس على end tour. اما الفيديو توتوريال بيديك فيديوهات تعليمية بتشرح لك الستاندرد ماب ده عبارة عن ايه بالظبط، خصوصا الجزء الاولاني. بس للأسف مش هتديك غير identify و quick scan لو انا ما عملتش account على standard map. لكن لو انا عندي account، هنرجع تاني
انا اوريدي عندي اكاونت على اداة التريد ماب. هنبدأ ان احنا ندخل اللي هو نفس الايميل والباسورد اللي احنا كنا بندخل بيه في بقية الادوات. اول ما هتدخل هتلاقي فيه فيديو تعريفي لمدة 3 دقايق بيشرح لك الاداة دي عبارة عن ايه. الاداة دي يا جماعة بتتكون من 4 حاجات زي ما قلنا: identify و quick scan و compare و self access. ايه الفرق بين الاربعة دول؟ identify دي انت بتدخل بتحدد ايه المنتج اللي انت بتشتغل فيه او عايز تنتجه، وكمان ايه البلد بتاعتك، وهو بيديك كل الستاندرد اللي related لل الجزء اللي انت عملته ده او للفلتر اللي انت عملته. طيب بعد ما خلصت خلاص الادنتفاي وحددت ايه الستاندرد اللي تناسبني، بيديك كويك سكان. كويك سكان يعني كل ستاندرد من اللي انت اخترتهم دول بيديك اوفر فيو عنه وشرحه وحاجات كتير قوي عنه هندخل دلوقتي نشوفها. ده بالنسبه للكويك سكان. نيجي بعد كده لعمليه الكومبير، بيبدا يقارن لك ما بين الستاندرد دي كلها. يعني انت ممكن يكون في كذا اورجانيزيشن عاملين كذا ستاندرد، مثلا اورجانيزيشن A و B و C. لما انت عملت ايدنتيفاي طلع لك ان A و B و C مناسبين للمنتج بتاعك. هندخل على كويك سكان هيديك A بس A، يعني A بس عبارة عن A و B عبارة عن A و C عبارة عن A. نيجي لعملية الكمبير، هيقارن لك ما بين الاورجانيزيشن A و B و C والستاندرد بتاعتهم. وفي الاخر خالص هيديك زي كوتشانير او زي كده اسئلة اللي هي السيلف اكسس تجاوب عليها عشان يطلع لك من دول كلهم اللي انت محتاجه فعلا في البرودكشن بتاع المنتج بتاعك او ايا إن كان انت بتعمل ايه. طب تعالى ندخل على ايدنتيفاي الاول. هبص الاقي ان انا عندي هنا 137 ستاندرد موجودين تحت ايدنتيفاي. لو انا اخترت منتج معين هنا زي مثلا الكوفي، مثلا انا مثلا بنتج القهوة، وبعدين اخترت مصر. انت اخد بالك لما اخترت قهوة بدل 137 بقوا كام؟ بقوا 40 ستاندرد. طب لو اخترت مصر هيبقوا كام؟ هيبقوا 24 ستاندرد. يعني دي عبارة عن 24 organization، مؤسسات، كل واحدة من دول بتعمل ستاندرد او الرولز اللي هما قايلينها او الستاندرد اللي قايلينها بتطبق في مصر، وكمان عن الكوفي اللي انت بتزرعه. ده كده بالنسبة للايدنتفاي. انا بقى من هنا ببدأ اختار لو انا عايز ادخل على كل واحد فيهم، ممكن اعرف انفورميشن هنا اكتر عن كل واحدة كاملة، او ان انا ممكن اختارهم كلهم، او اختار اللي انا شايفاه مناسب ليا مثلا، وابدا ان انا اروح للمرحله وابدا ان انا اروح للمرحله اللي بعدها اللي هي الكويك سكان. الجمال في كل اداه من دول ان فيها الجايد تور والفيو توتوريال اللي قلناها قبل كده. يعني الجايد تور دي زي ما قلنا قبل كده ان هي بتعرفك كل حاجة من دولة. يعني لو دوسنا جايد التور اهي هتعرفك كل جزء من دولة عبارة عن ايه بالظبط. ولو دوسنا على البيو توتوريال هيديك فيديوهات تعليمية عن كل حاجة بتعمل ايه. طيب احنا فين دلوقتي؟ في الكويك سكان. الكويك سكان هنا جايب لي الستاندرد اللي انا اخترتهم. لو قلنا مثلا الاربعة دول، لو انا مش عاوزة دول وعاوزة اعدل واختار من اول وجديد، هدوس على موديفاي سيلكشن وابدأ ان انا اختار من الاول. لو انا بدل الكوفي او ايجيبت عايز اغير في اي حاجة من دول، هدوس على ايديت وابدا ان انا اغير برضو هنا. الكويك سكان احنا واقفين دلوقتي في الكويك سكان اهو، بيديني اوفر فيو عن ايه؟ عن الهاند ان هاند دي، يعني المؤسسة دي هو مديني اوفر فيو عنها. تمام. وبعدين ده بالنسبة للاوفر فيو، بيديني سكوب مثلا هي بتطبق فين بالظبط، مديني step by step مثلا عن ازاي اقدر ابقى verified او certified member. في ناس بتقولي طب الorganization دي لازمتها ايه؟
انا بعد ما بحدد ايه الاورجانيزيشنز المناسبه ليا او الاورجانيزيشنز اللي عامله ستاندرد مناسبه ليا، ببدا ان انا اراسل الاورجانيزيشن دي، وممكن اروح اخد عندها زي كورس كده يا جماعه، بيبقى زي كورس او زي تريننج في الاخر خالص، بتديني شهاده ان انا ممبر او فيريفايد من عندها، زي بالظبط لما انت بتدخل مجال وبتروح تاخد كورس عشان يبقى معاك شهاده ان انت دارس المجال ده وتقدر تشتغل فيه. نفس الكلام، انا المنتج بتاعي عاوزاه بجوده معينه، او عاوزاه تحت رولز معينه، عايزاه يبقى سيفتي، عايزاه يبقى فريندلي للانفايرمنت، فبدخل هنا اعرف ايه المؤسسات اللي ممكن تساعدني، وابدا ان انا اراسلهم واشوف انهي مؤسسه بتناسب الشغل اللي انا بعمله، وابدا ان انا اخد عندها تريننج او كورس، وفي الاخر خالص بتديني شهاده ان انا فيريفايد او سيرتيفايد ممبر. تمام، وفي طبعا الكوست هنا في الكونتاكت ازاي اقدر ان انا ارسلهم. طب ده بالنسبه للكويك سكان. ايه بقى الهوت سبوت دي؟ فاكرين العوامل اللي احنا قلنا ان كل اورجانيزيشن بتراعيها في الرولز بتاعتها، اللي هي الانفايرمنت والسوشيال والايكونوميك والكواليتي، كل ده قلناه في الاول، دي كلها اسمها هوت سبوت. لو دوسنا على هوت سبوت هنا، هيطلع لي ان الرولز او الستاندرد اللي عاملاه الهاند ان هاند دي مراعيه الانفايرمنت ايشيو بنسبه 27% من الستاندرد كله، مراعيه السوشيال اكتر اللي هو الاتش ار والجزء الخاص بالليبر، مراعيه جزء الايكونوميك. فببدا ان انا اشوف انهي جزء يهمني اكتر. ممكن اكون انا شغاله في الفود واللي يهمني اكتر هو جزء السيفتي او الكواليتي، اللي يهمني اكتر جزء الانفايرمنت، فهنا بيطلع لي بالظبط كده الانفايرمنت نسبتها قد ايه بالظبط. او انا عايزه الستاندرد بتاعي يكون متغطي الانفايرمنت بنسبه قد ايه، او شايف انها كفايه قد ايه بالنسبه لي. بعد كده بالنسبه لي ده اللي هو الجزء العام بتاع كله، يعني الـ number of obligations اللي هي القوانين. يعني انا عندي هنا مثلا 37 obligation خاصة بالـ environment، هنا 62 خاصين بالسوشيال، ده طبعا اكتر، 29 خاصين بالـ economics، فبالتالي اللي بيمثل اكتر هنا ايه؟ السوشيال. 62 obligations، 62 obligations اهو اللي هو بيمثل كام في المية؟ بيمثل 46% من الـ standard كله. طب نيجي بالنسبه للobligations او القوانين دي، هل القوانين دي بقى لها كام سنه متطبقه ولا هتتطبق ولا ايه بالظبط؟ هاجي للجزء الاخير اللي هو degree of obligation، يعني هل القوانين دي متطبقه ولا لا. هلاقي مثلا في عندي ان في قوانين within one year، في هنا for immediate action، يعني في قوانين already هتتطبق خلاص على طول، يعني يعتبر ان هي هتتطبق. دي مثلا within 3 years، دي within 5 years، ده جزء الجراف الاولاني. لو نزلنا تحت كده هلاقي بقى كل حاجة، يعني مثلا هلاقي الجزء الخاص بالسوشيال مثلا لو دوسنا عليه هيفتح لي اكتر، لو جزء الايكونوميك او المانجمنت هيفتح لي سب منيو اكتر. تمام، لو حبينا نفلتر الجزء اللي تحت ده، مثلا انا عاوزة القوانين اللي هي for immediate action اللي هي هتطبق على طول، فيطلع لي من الرولز كلها ايه القوانين اللي هي for immediate action اللي خاصة تحت الانفايرومنت او اللي خاصة تحت السوشيال وهكذا، او الخاصة بالكواليتي. اهي مطلع لي ايه بالظبط الكواليتي بوليسي اللي هتطبق او فور ايميديت اكشن على طول. ده بالنسبه للهوت سبوت، هو جايب لي كل حاجه، يعني الانفايرمنت والسوشيال والكلام ده كله. طب لو انا عايزه الانفايرمنت لوحدها، يا اما هدوس هنا عليها يا اما هدوس هنا، يعني انا ممكن لو دوست هنا اهو عليها على طول هيطلع لي الانفايرمنت بس، ويطلع لي بقى ايه اجزاء كتير جوه الانفايرمنت، او ان انا لو رجعت تاني على الهوت سبوت ودوست على الانفايرمنت هنا هيدخلني برضو على نفس الحاجة اهو، هي هي. او مثلا انا مهتمة بجزء السوشيال اكتر، او مهتمة بجزء الايكونوميك اكتر. تمام، على حسب بالظبط انا عاوزة ايه. الاداة دي اكتر بتفيد الشركات اللي هي بتبقى مثلا شركات مالتي ناشونال، او شركات كبيرة وعندها فروع كتير وعايزة يكون معاها شهادات عالمية للمنتج بتاعها، لان المنظمات دي عشان انت تدخل وتبقى فيريفايد
فيها كل منظمة بتختلف عن التانية، لكن الكوست بتبقى عالية قوي. طيب لو احنا جينا خلصنا كل ده، حبيت مثلا ان انا اعمل عملية كومبارزون، هاجي للي بعدها على طول هو الكومبير. في جزء الكومباريزون، في جزء الكومبير او الكومباريزون ده عبارة عن مقارنة ما بين الاربع ستاندرد، مش زي جزء الكويك سكان اللي كان بياخد واحد واحد، لا ده هنا بقى خلطهم مع بعض وراح مديني خليط كده. يعني مثلا الهاند ان هاند هنا اهو، الهاند ان هاند في جزء السوشيال اكتر من الجلوبال واكتر من الفير، هي 9 اخدة 29، لو وقفنا تاني اخد 29، الجلوبال اخد 9، الفير تريد اخد 13، يبقى الاكتر طبعا اللي هي الهاند ان هاند. لو مثلا حابه الجزء اللي هو جزء الانفايرمنت اهو، جزء الانفايرمنت عندي الهاند ان هاند اكتر. طب لو حبيت مثلا جزء الايكونومكس او جزء الاسكس، الهاند ان هاند اكتر. يعني بشوف انهي اورجانيزيشن فيهم اكتر من حيث الستاندرد بتاعتي. ممكن اقارن كده عامة، وممكن امسك جزء جزء، يعني السوشيال لوحده، الايكونومكس لوحده، واقارن ما بين كل واحدة فيهم بالنسبة للايكونومكس ايه، بالنسبة للسوشيال ايه. برضو نفس الكلام لو رجعنا تاني على الانفايرمنت، نفس الكلام هنا برضو بلاقي بالنسبة لجزء الانفايرمنت بيقول لي علامة صح على الجزء الكفرد او المغطي الستاندرد ده او تحت المؤسسة دي، اللي هي الهاند ان هاند مغطية انهي رولز بالظبط، الجلوبال مغطية ايه، الفير تريد مغطية ايه، ولو طبعا في اجزاء مش متغطية بيبقى في علامة الكروس زي ما احنا شايفين. زي بالظبط لما بندخل على اي موقع عشان نشترك فيه الفري ممبر والبيد ممبر ويقول لك صح على ايه وغلط على ايه، نفس بالظبط الجزء ده. في جزء حلو قوي برضو هنا، ان انا مثلا مش عايزة الهاند ان هاند هي في الاول، مثلا عايزة الخبط الاوردر او الترتيب، فبعمل ري اوردر هنا اهو، وببدأ مثلا اختار دي تبقى في الاول اهو، او الفيرت ريت تبقى في الاول، ده لو انا عايزة اعمل ري اوردر وبعمل ابديت، فالبيانات بتتعدل خالص تاني حسب الاوردر اللي انا عملته. بس طبعا ده ما بيغيرش في البيانات نفسها يا جماعة، هو بيغير بس ايه اللي بيظهر الاول عن ايه، لكن الترتيب مش بيغير في البيانات. بعد كده كمان الري اوردر اند سيت ريفرنس ده فيه حاجة تانية، احنا خدنا الري اوردر بس اللي هو ان انا بعيد ترتيب الاورجانيزيشنز، لكن في كمان سيت ريفرنس. سيت ريفرنس يعني مثلا لو انا قريت في الهاند ان هاند دي ولقيت ان الستاندرد بتاعتها عجباني جدا وقريبه من اللي انا عاوزاه، فهي دي الجول بتاعي. بس برضو عايزه اعرف بعض الاورجانيزيشنز اللي حواليها اللي ممكن تكون قريبه منها في الجولز بتاعتها، اضغط على ري اوردر اند سيت ريفرنس وببدا اخد الهاند ان هاند وانزلها اهي، بعد كده بضغط على ابديت. بتبدأ البيانات بقى هنا تتعدل حسب الجول بتاعي، يعني بيعرفني بقية الستاندرد نسبة الانفايرومنت بتاعتها بالنسبة للجول بتاعي قد ايه، مش هي اصلا قد ايه، لا بالنسبة للجول بتاعي قد ايه، السوشيال بالنسبة للجول بتاعي قد ايه، بيقارن حسب الستاندرد اللي انت حطهوله اصلا كجول او كهدف. والله لو انا مش عاوزة خالص الريفرنس ده، بعد ما بخلص بضغط على كلير ريفرنس هنا وبدلت الريفرنس ده خالص لو انا مش عاوزاه، بيرجع تاني كأن مفيش اي حاجة تانية خالص، بيرجع تاني زي الاول وببدأ اعيد البيانات تاني، بيرجع تاني زي الاول من غير ما كنت حاطه ريفرنس. نيجي بقى لاخر حاجة اللي هي السيلف اكسس. السيلف اكسس دي بقى لو انت خلاص انت حددت الكافي وحددت مصر، فاداك ايه هي الستاندرد او الاورجانيزيشن اللي نافعه معاك، وبعد كده عرفت كويك سكان عن كل حاجه، قعدت تقرا وعرفت اقرب ستاندرد ليك، وكمان عملت كومباريزون ما بينهم وما بين بعضيهم، وفي الاخر خالص بيديك بعض الكويتشنير او بعض الاسئله اللي بتجاوب عليها، ولما بتجاوب على الاسئله دي بيبدا يفلتر من الستاندرد اللي انت اخترتهم انهي ستاندرد اقرب للاجابه اللي انت جاوبتها في الاسئله دي، وبعدين بيديك
الريبورت بتاعك في الاخر، او بيديك الستاندرد او الاورجانيزيشنز اللي فعلا ممكن تطبق معاك الستاندرد بتاعك. فلو ضغطنا على السيلف اكسس انا بعد ما عملت ايدنتيفاي وعملت كويك سكان وعملت كومباريزون ببقى وصلت للستاندرد اللي قريبه من اللي انا عاوزه بالظبط. بيجي بقى جزء السيلف اسسمنت، ان انا عباره عن اسئله، الاسئله دي بجاوبها فهو بيفلتر لي انهي ستاندرد قريب من اللي انا عاوزاه بالظبط. لو انا هنا عارفه ان في ستاندرد مش قريبه من اللي انا عاوزاه ببدا ان انا اشيلها. لو في العكس، لو في ستاندرد لقيتها قريبه جدا من اللي انا عاوزاه ممكن اعمل لها تشيك. بكتب هنا اسم الاسسمنت بتاعي، كنت انا هنا عامله واحد كتست عشان كده مكتوب يوز ان اكزيستنج سيلف اسسمنت. لا انا ممكن اعمل واحد تاني اسميه اي حاجه انا عاوزه اسميها، ممكن تيست 2 مثلا، وبعد كده بضغط على كونتينيو. بنبدأ بقى ندخل في مرحلة أسئلة كتير، نقعد نسأل، يسألنا أسئلة كتير جدا، ونبدأ ان احنا نجاوب على سؤال سؤال خاص بالتربة بتاعتي، لو انا بزرع خاص بالبرودكشن ببدأ ان انا اجاوب بيس ونو، وبعد في الاخر خالص بضغط على سيف اند كونتينيو واجاوب على السؤال اللي بعديه سيف اند كونتينيو، وهكذا لحد ما اخلص خالص ويطلع لي الريبورت بتاعي. لو انا كده دخلت على ماي اكاونت هوريكو ريبورت اوريدي انا كنت عاملاه، اللي هو الريبورت ده، ده الريبورت اللي بيطلع لك في الاخر، بيطلع لك ايه بالظبط الاورجانيزيشنز اللي هي ممكن تساعدك في الستاندرد بتاعك. مثلا عندي الفير تريد، عندي الجلوبال كروبس، عندي الهاند ان هاند، دي كلها اورجانيزيشنز تقدر تساعدني في اني اطبق الستاندرد بتاعها. ببدأ ان انا ممكن اطبع الريبورت ده، ممكن ان انا اطيره، ممكن ادلته خالص حسب انا عاوزة ايه بالظبط. ببدأ ان انا اشوف الفير تريد وابدأ ان انا اراسل الشركات او ابدأ اراسل المؤسسات دي، فقايل لي مثلا هنا الفير تريد الستاندرد بتاعها مطبق قد ايه من الانفايرومنت، قد ايه من السوشيال، قد ايه من الايكونومكس، من الفاكتورز اللي احنا قلنا عليها الهوت سبوت دي، والجلوبال نفس الكلام. وببدا اختار منهم بقى اللي انا عاوزاه، هو قال لي ان دول اقرب حاجه ليا. طبعا عن طريق الجزء الكومبير لما جينا اخدناه قلنا ان في الكونتاكت، وبقدر ان انا اوصل لارقام تليفونات واماكن الفير تريد والحاجات دي كلها، الفير تريد والمؤسسات دي، عشان اقدر اني اراسلهم واعرف منهم بالظبط ازاي اقدر اطبق الستاندرد ده معاهم، والتريننج اللي هما بيدهولي فين وبكام، وايه الشهاده اللي بحصل عليها في الاخر. يبقى ملخص الستاندرد ماب ايه؟ الستاندرد ماب عباره عن اداه بتمكنك من انك توصل في الاخر خالص لاورجانيزيشنز. الاورجانيزيشن دي بنسميها ستاندرد اورجانيزيشنز ليه؟ لانها بتعمل قوانين او بتعمل رولز كده بنمشي عليه، خاصه مثلا بالبرودكشن، لو انا عايزه انتج عصير، عايزه انتج قهوه، ومش عارفه ايه الرولز اللي امشي عليها عشان يبقى المنتج بتاعي سيفتي، ويبقى الكواليتي بتاعته عالية، ويبقى صديق للبيئة. فبدخل هنا اعرف ايه المؤسسات اللي ممكن تساعدني في كده، وابدأ ان انا ارسلها واعرف ايه التريننج اللي انا ممكن اخده عندها عشان في الاخر خالص ابقى فير تريد ممبر او 4C ممبر، يعني حسب المؤسسة اللي هتديني التريننج. طبعا الستاندرد ماب مش هنستخدمها زي بقية الادوات، حتى انا في الدراسة اللي انا هطلبها منكم مش هطلب منكم خالص الستاندرد ماب، لان انا شايفة انها بتفيد اكتر الشركات اللي هي المالتي ناشونال، والشركات اللي ممكن تتحمل كوست كبيرة عشان تاخد تريننج زي ده عشان تحصل على شهادة كبيرة من مؤسسة عالمية. عشان كده الدراسة اللي انا هطلبها منكم مش هتغطي جزء الستاندرد ماب. طب تعالوا بقى ناخد ازاي نقدر نعمل دراسة. طيب ملف الوورد ده هو ده اللي هيبقى الدراسة بتاعتي، او هحط فيه الدراسة اللي انا عاوزاها. تعالوا ناخد مع بعض او نكتب مع بعض ايه الحاجات اللي انا عاوزاها في الدراسة. اول حاجة عاوزاك تحدد المنتج اللي هتعمل عليه الدراسة، تحديد المنتج. طبعا انت مش هتكتب لي كده في ملف الوورد، انا هقول لك تكتب ايه، بس دي العوامل او دي الدراسه بتاعتي اللي انا عاوزاها منكم.
أول حاجة هتحدد المنتج اللي انت هتعمل عليه الدراسة بتاعتك. تحديد المنتج. طيب أنا حددت المنتج بتاعي وجبت كوده. تحديد المنتج وإيجاد كوده. أنا عاوزة تحدد منتج معين هتشتغل فيه وتجيب لي الكود بتاعه. رقم 2، عايزة دول التصدير، المنتج، محل الدراسة. يعني المنتج اللي انت اخترته وهتعمل عليه الدراسة وجبت الكود بتاعه، أنا عايزة أكتر الدول اللي بتصدر المنتج ده على مستوى العالم، تمام؟ وبعدين عايزة دول الاستيراد، المنتج، محل الدراسة. يعني برضو عايزة دول اللي بتستورد المنتج ده عايزة اكتر الدول المصدرة واكتر الدول المستوردة للمنتج اللي انت اخترته وجبت الكود بتاعه. طيب الدول دي انا عاوزاها ايه؟ عاوزة جدول وعايزة جراف. الاتنين دول، البندين دول، انا عايزة جدول وجراف، يعني رسم بيان. نفس الكلام هنا، عايزة جدول وجراف. بعد كده عايزة اعرف صادرات واردات مصر. على فكرة مش هقول سنة معينة، جيبوا السنة اللي انتوا عاوزينها. صادرات واردات 2012 2011 مش مشكلة، بس انا عايزة اعرف بس هتوصلوا ازاي. صادرات واردات مصر. عايزة اعرف التعريفة الجمركية لأي منتج انت عاوزه، حتى لو المنتج اللي انت حددته ده، عايزة اعرف التعريفة الجمركية للمنتج ده. واختار لي برضو اي بلد تصدير وبلد استيراد. انا مش هحدد لك بالظبط في حتة بلد استيراد ايه وبلد تصدير ايه ومنتج ايه، مش مشكلة. انا عاوزاك تعرف لي تعريفة جمركية لأي منتج. حدد لي دولة استيراد ودولة تصدير حتى لو بطريقة عشوائية، ومنتج حتى لو بطريقة عشوائية، بس المهم ان انا اعرف الطريقة اللي بتجيب بيها التعريفة الجمركية للمنتج. عاوز اعرف الصناعات اللي تم استثمارها في السعودية مثلا. ممكن تختار اي بلد تانية، ممكن تختار مصر. ومهم اعرف الصناعات اللي تم استثمارها في داخل البلد محل الدراسة اللي انت اخترتها، سواء كان السعودية بقى او مصر. عايزة اعرف الدول اللي تم استثمار البترول بداخلها، يعني استثمار داخلي ده. انا عاوز اعرف الدول اللي تم استثمار البترول بداخلها. وعايزة اعرف الدول اللي بتستثمر البترول خارج حدودها، يعني استثمار خارجي. وعايزة اعرف اكتر 200 منتج مصر بتصدر. بكده كام بند؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 بنود. اول حاجة هتجيب المنتج، هتحدد منتج انت عاوز تتاجر فيه، العسل، الاساس، اي منتج انت عاوزه، وتجيب لي الكود بتاعه عن طريق الادوات اللي انا قلت لكم دي تجيبوا الكود. وبعد كده هتدخل على اداة التريد ماب عشان تجيب لي دول التصدير ودول الاستيراد بتاعة المنتج ده، وهتجيبها لي مرة جراف ومرة تيبل. بعد كده هتدخل على التريد كومبيتيتفنس ماب عشان تجيب لي صادرات وواردات مصر. بعد كده هتدخل على الماركت اكسس ماب عشان تجيب لي التعريفة الجمركية. هتدخل على الانفستمنت ماب عشان تجيب لي الصناعات اللي تم استثمارها في السعودية، والدول اللي تم استثمار البترول فيها، والدول اللي بتستثمر البترول خارج حدودها. وبعد كده هتدخل على الماركت اكسس ماب عشان تجيب لي اكتر 200 منتج مصر بتصدره، يعني التعريفة الجمركية واكتر 200 منتج دول موجودين في الماركت اكسس ماب لو فاكرين. يعني كده يعتبر حليت الدراسة. انت بقى هتدخل تعمل الدراسة ازاي؟ هتجيب ملف وورد كده وتكتب تم تحديد المنتج وهو كذا وكوده كذا، وبعدين تكتب رقم 1 اكتر الدول المصدرة للعسل، وهتجيب لي برينت سكرين من الجدول اللي انت دخلت جبته من اداة التريد ميل. برينت سكرين يا جماعة حتى لاول 20 دولة او لاول 10 دول، مش هقول لك جيب لي الجدول كله، اللي انت تقدر تجيب لي برينت سكرين منه تجيبه.
بعد كده هتسيب التابل تدخل على كلمة جراف وتجيب لي برنت ستريم من الجراف اللي موجود. اكتر الدول اللي مستوردة هتدخل برضو على اداة التريد ماب وتجيب برنت سكرين من التابل والجراف. هتدخل على التريد كومبتيتيفنس ماب عشان تجيب لي الصادرات والواردات برنت سكرين. التعريفة الجمركية برنت سكرين منها، بس قبل البرنت سكرين ده يعني قبل الصورة ما تحطها في ملف الوورد هتكتب فوق الصورة دي ايه، يعني اكتر الدول المصدرة للعسل، وتحط لي برنت سكرين من الجدول اكتر الدول المستوردة للعسل وتحط لي برنت سكرين من الجدول. وبعد كده تحول لي ملف الوورد ده لبي دي اف. طبعا يا ريت هتكتب لي اسمك في الاخر خالص وايميلك عشان اقدر ان انا ارسلك، ولو في اي غلط اقدر ان انا اصححهولك. يبقى دي الدراسة يا جماعة المطلوبة منكم. الدراسة دي مغطية كل الادوات اللي احنا اخدناها خلال السبع فيديوهات او ست فيديوهات اللي اخدناهم قبل كده. طيب انا هستفاد ايه من الدراسة دي؟ هتعرف ازاي ايديك تمشي بعد كده وتعمل دراسات بسهولة. ممكن تعمل سامبل من دراسة انت عاملها، يعني مش لازم دراسة كاملة، عينات كده بسيطة، وتبعتها للشركات اللي موجودة على موقع اي سي 21 او اي سي بلازا او علي بابا، وتبدأ تقول لهم انك بتعمل الدراسة دي وتكلفتها مثلا كذا، 1000 جنيه او 2000 او 3 حسب انت عامل الدراسة دي كبيرة او صغيرة، او ان انت حتى تعمل باكجز، ان انا لو جبت لك مثلا الجزء الفلاني هاخد منك 1000 جنيه، لو انا جبت لك اكتر من كده هاخد منك 2000 او 3. في شركات كتير قوي خصوصا في السعودية، اكتر الدول اللي بتطلب دراسات زي كده هي السعودية. انا عارفة طبعا ان الموقع اخد مننا وقت كبير، بس بتمنى ان هو فعلا اكون قدرت اوصله بطريقة بسيطة، وخصوصا اول ادوات اخدناها اللي هي التريد ماب والتريد كومبتيتيفنس ماب والانفستمنت ماب والماركت اكسس ماب والستاندرد ماب، فهمنا برضو بوينت فيهم، لكن اهم حاجه هي الادوات الاولانيه اللي اخدناها. الدراسه اللي انت هتعملها هتبعتها لي على الايميل اللي هحطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. انا كده اكون نهيت سلسله التريد ماب متكونه من 6 فيديوهات زائد المقدمه، يعني يعتبر 7 فيديوهات. لو عاوز معلومات تانية خاصة بالاونلاين ماركتنج عموما او الاي كوميرس، طبعا هتلاقي مقالات مجانية كتير وفيديوهات وتيبس على صفحة الفيسبوك اللي هي www.facebook.com/onlinebusinesstips. هتلاقي هنا في الفوتو في الالبومز الخاصة بالصفحة، هتلاقي في جزء اسمه فري سيريوس او سلاسل تعليمية مجانية جوه صفحة الفيسبوك. عملت 3 سلاسل مجانية. اول سلسلة بتعرفك ازاي تبني الاونلاين بيزنس بتاعك اسمها هاو تو بيلد يور ايلاند، دول 6 فيديوهات مجانية. هتدخل هنا على البانر ده هتعرف ازاي تشترك. السلسلة التانية كانت بعنوان هاو تو انكريز يور فيسبوك فانز، ازاي تزود عدد الفانز على صفحة الفيسبوك بتاعتك، برضو دي بتتكون من 10 فيديوهات، كل فيديو في حدود 5 دقايق بيشرح لك نصيحة معينة عشان تزود عدد الفانز. اخر سلسلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هي سلسلة التريد ماب، ودي بتتكون من 7 فيديوهات بالمقدمة بتاعت السلسلة، بتشرح لك طبعا ازاي تقدر تعمل دراسة على موقع التريد ماب. اتمنى اللي فيكم ما دخلش ومعرفش بقيه السلاسل دي يدخل يحملها وينزلها. السلاسل كلها تعتبر بابليك، يمكن بس سلسله هاو تو بيلد يور ايلاند محتاجه انك تدخل على الموقع اللي هو online-business-steps.com عشان تشترك في الفورم، وبعد كده بعد ما تفعل حسابك ببدا ابعت لك الفيديوهات كل يوم فيديو لمدة 6 ايام، لان هما زي ما قلنا 6 فيديوهات. اتمنى انك دايما تتابع الصفحة وتتابع القناة، لان بتنزل على طول افكار جديدة، وباذن الله في الفترة اللي جاية هنزل لكم فيديوهات جديدة وافكار جديدة. واشوفكم باذن الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.